مبكرة كعادتي بالرغم من أن اليوم يوم إجازتي. صغيرتي جوهرة كذلك اعتادت على الاستيقاظ مبكرا. كنت أجلس في مكتبي مشغولة بكتبي وأوراقي. ماذا تكتبين؟ أكتب رسالة. لمن تكتبين رسالة؟ أكتب رسالة إلى الله. هل تسمحين لي بقراءتها؟ لا أستطيع بنيتي، إنها خصوصياتي. خرجت جوهرة من مكتبي وهي حزينة، لكنها اعتادت على ذلك، فرفضي لها كان باستمرار. مر على الموضوع عدة أسابيع. ذهبت إلى غرفة جوهرة ولأول مرة ترتبك لدخولي. جوهرة، ماذا تكتبين؟ لا شيء أمي، إنها أوراق خاصة. أكتب رسائل إلى الله كما تفعلين أمي، ولكن هل يتحقق كل ما نكتبه؟ عن بنيتي، فإن الله يعلم كل شيء. لم تسمح لي بقراءة ما كتبت، فخرجت من غرفتها واتجهت إلى زوجي المقعد محمد لكي أقرأ له الجرائد كالعادة. كنت أقرأ الجريدة وذهني شارد مع صغيرتي، فلاحظ محمد شرودي، ظن أنه سبب حزني، فحاول إقناعي بأن أجلب له ممرضة كي تخفف علي هذا العبء. يا إلهي، لم أرد أن يفكر هكذا، فحضنت رأسه وقبلت جبينه الذي لطالما تعب وعرق من أجلي وابنتنا جوهرة، واليوم يحسبني سأحزن من أجل ذلك؟ وأوضحت له سبب حزني وشرودي. ذهبت جوهرة إلى المدرسة، وعندما عادت كان الطبيب في البيت، فهرعت لترى والدها المقعد، وجلست بقربه تواسيه بمداعباتها وهمساتها الحنونة. وضح لي الطبيب سوء حالة محمد وانصرف. تناسيت أن جوهرة ما تزال طفلة، ودون رحمة صارحتها أن الطبيب أكد لي أن قلب والدها الكبير الذي يحمل لها كل هذا الحب بدأ يضعف كثيرا، وأنه لن يعيش طويلا. انهارت جوهرة وظلت تبكي وتردد. لماذا يحصل هذا لأبي؟ لماذا؟ لن يموت أبي، لن يموت أبي، لن يموت أبي. في كل صباح تقبل جوهرة خد والدها الدافئ، ولكنها اليوم عندما قبلته نظرت إليه بحنان وتوسل وقالت: ليتك يا أبي توصلني يوما إلى المدرسة مثل صديقاتي. نعم بنيتي، سيأتي يوم وأوصلك فيه إلى المدرسة إن شاء الله تعالى جوهرتي. وهو واثق أن إعاقته لن تكمل فرحة ابنته الصغيرة. أوصلت جوهرة إلى المدرسة، وعندما عدت إلى البيت غمرني فضول لأرى الرسائل التي تكتبها إلى الله. بحثت في مكتبها ولم أجد شيئا، وبعد بحث قليل لا جدوى. ترى أين هي الرسائل؟ هل مزقتها بعد كتابتها؟ ربما تكون هنا. لطالما أحبت جوهرة هذا الصندوق، طلبته مني مرارا، فأفرغت ما فيه وأعطيته الصندوق. يا إلهي، إنه يحوي رسائل كثيرة وكلها إلى الله. يا رب يموت كلب جارنا سعيد لأنه يخلفني. يا
يا رب، قطتنا تلد قطط كثيرة لتعوضها عن قططها التي ماتت. يا رب، تنجح ابنة خالتي لأني أحبها. يا رب، تكبر أزهار بيتنا بسرعة لأقطف كل يوم زهرة وأعطيها لأستاذتي، والكثير من الرسائل الأخرى وكلها بريئة من أطرف الرسائل التي قرأتها هي التي تقول فيها: يا رب، كبر عقل خادمتنا لأنها أرهقت أمي. يا إلهي، كل الرسائل مستجابة. لقد مات كلب جارنا منذ أكثر من أسبوع. قطتنا أصبح لديها صغارا، ونجحت ابنة خالتي بتفوق. كبرت الأزهار. جوهرة تأخذ كل يوم وردة إلى معلمتها. شردت كثيرا، ليتها تدعو لوالدها. ولم يقطع هذا الشرور إلا رنين الهاتف المزعج. ردت الخادمة ونادت: سيدتي، المدرسة، المدرسة. طريقها إلى منزل معلمتها الغائبة بسبب المرض لتعطيها الزهرة وهي تقل من الشرفة. وقعت الزهرة ووقعت جوهرة. كانت صدمة قوية جدا لم أتحملها أنا ولا محمد. من شدة صدمته أصابه شلل في لسانه، فمن يومها لا يستطيع الكلام. لماذا ماتت جوهرة؟ لا أستطيع استيعاب فكرة وفاة ابنتي الحبيبة. كنت أفعل كل شيء كانت صغيرتي تحبه. زاوية في البيت تذكرني بها. أتذكر رنين ضحكتها التي كانت تملأ علينا البيت بالحياة. مرت سنوات على وفاتها وكأنه اليوم. في صباح أحد الأيام سمعت صوتا صادرا من غرفة جوهرة. يا إلهي، هل يعقل جوهرة عادت؟ هذا جنوني، أنت تتخيلين؟ لم تطأ قدمي هذه الغرفة منذ أن ماتت جوهرة. وضعت المفتاح في الباب وانقبض قلبي. فتحت الباب فلم أتمالك نفسي. جلست أبكي وأبكي ورميت نفسي على سريرها. ولكن ما الذي أصدر الصوت؟ إنه صوت وقوع اللوحة التي زينت بآية الكرسي التي كانت تحرص جوهر على قراءتها كل يوم. وحين رفعتها كي أعلقها وجدت ورقة بحجم البرواز وضعت خلفها. يا إلهي، إنها إحدى الرسائل، ولماذا وضعتها جوهر خلف الآية الكريمة؟ الرسائل التي كانت تكتبها جوهر إلى الله، وكان مكتوب فيها:
خيرها. يا رب يا رب.